say I think it's a great opportunity to have, you know, the two different cultures get together. And it's good because you forget how beautiful our culture is. We have so many things to offer. I'm from Yemen. It's a national day, so I came with my national costume. But no, it's a great day. It's a great event, and they did a good job. Pleased that the Kennedy Center and the Arab community has organized this. I was telling somebody else that this next 3 weeks has got more Morocco-related events than we have through the course of the entire year. من الفرق المغربية حقا الثقافة في المغرب ما يمكنلكش تجسدها في فرقة واحدة لا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا حتى عشرين بعد المغرب حاضر وواحد واحد النوعيات من الموسيقى المغربية دونك عندنا شوية الآلة عندنا شوية من الجنوب عندنا شوية من الشمال عندنا تمثيلية مهمة والناس ديال كينيدي سنتر حقيقة اشتغلوا بواحد الجهد كبير واحد العناء كبير باش يتوصلوا انهم يتصلوا بهذه الفرق في المغرب مباشرة باش يمكن لهم يجيوا وينظموا هذا الاحتفال مع المغرب. باش نشارك في هذا المهرجان الطيب انا فرحان وسعدان ولا سيما انه جميع الاخوه اللي لقيت على انهم متحمسين للحضور في هذه السهره تنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. It was short and sweet and very representative of the Arab world. So if we want to represent Morocco, we need to have a whole festival just for Morocco. But I'm glad that other countries participated and it was great. واحد مهرجان حاجة كبيرة زعما أول مرة اللي كيجيو يديروا مهرجان على الثقافة العربية والمغرب خلاص مهم بزاف في هاد المنطقة وعندهم كاع الفنان وموسيقى زعما عجبنا بزاف. حيث الأصل